اتركوا بسرعة. لماذا لا يذكر اسمي أحد؟ حسان! ذكروني! لم تلمس الكرة حتى الآن، ولم تحصل على كرات مرتدة أيضا، كما أنك لم تسجل. لكن إياك أن تيأس أو أن تفتر همتك، فأنا هنا أشجعك. لماذا يقول كلاما لا معنى له؟ كلماتك هذه لا تشجعني أبدا يا هاني. أنا لا أريد هذا التشجيع الذي يهز البدن. لا أريده، لا أريده. لقد أظهرك بصورة سيئة يا هاني، أنصحك ألا تشجعه.